احنا فكينا سحر على الهواء ده ما حصلش. مفيش مره في حياتي انا طلعت على الهواء وقلت يا جماعه دي اسحار وانا جبتها وبفكها لكم والكلام ده. دي كانت احجبه. الدكتور عمرو كان بيقول هل فعلا نقدر نثبت للناس ان الناس بتروح للدجالين والمشعوذين ويطلبوا الكلام ده ولا ده يعني خيال؟ فاحنا جبنا الاحجبه دي كنموذج ان الحجاب فعلا الناس بتروح تعمله عند الدجالين علشان يحفظهم الاعمال والحسد والمس والكلام ده، لكن ما هواش سحر اتعمل واحنا جبناه من تراب او جبناه من مكان، لان صعب جدا ان انا اروح اعرف مكان سحر بنفسي. كنا بنتكلم على الاحجبه والبدع اللي بيستخدمها بعض الدجالين في موضوع الاحجبه، انت كنت وصلت لايه يا مولانا في الاحجبه؟ ده حجاب. ده ايه ده حجاب برضو؟ ولازم يبقى نوعية الجلد نوع معين. جلد غزال. ايه ده؟ ده الحجاب يا دكتور. طبعا بيبقى متطبق تطبيقة معينة. انا يعني عايز ابين للسادة المشاهدين. ده حجاب حجاب بقى. ده على اصله بقى. ده على اصله. ده من الاخر. ايه ده؟ ده ايه المكتوب ده؟ دي كلها ايات قرانيه. ده منقوش من كتاب شمس المعارف. يعني ايه المطلوب؟ المطلوب ان انا مثلا يتحمي، يفتح له باب الرزق، يفتح له باب الزواج، يفتح له الناس تشوفه تحبه، الكلام ده ان هو يحفظ من الخير. يعني ده في الخير. ده في الخير. لان ده هو مش يعني ده مش عمل. لا مش عمل. ده مش عمل. ان حد يقول لك ان السحر موجود في الحته الفلانيه وانا هجيبه لك، ده على طول دجل وشعوذه. قال لك بقى انا معايا جن مسلم، قال لك انا معايا ناس صالحين، انا عندي روحانيات، ده دجل وشعوذه واكل اموال الناس بالباطل، ولا يلتفت الى هؤلاء ابدا، ودول دايما احنا بنحذر منهم. اما ان واحد يجي لي يقول لي انا شاكك ان انا مسحور او في عمل، فانا بقول له والله انت لو شاكك ان عندك سحر او عندك حسد او عندك مس، عليك بقراءه سوره البقره، عليك بقراءه المعوذات، عليك بالصلاه، عليك بالاذكار. عمرنا ابدا ما طلعنا على الهوى وقلنا انا هجيب لك العمل، انا هطلعه لك، انا عندي قدره الهيه، انا عندي الهام من ربنا. الكلام ده غير صحيح. اي معالج في الدنيا هو عباره عن راجل عنده علم بيدل الناس على الطرق الشرعيه لعلاج العين او علاج المس. فكون ان انا اقول على نفسي او اي حد يقول على نفسه ان هو عنده الهام وهنا ربنا سبحانه وتعالى اصطفاه لاخراج الجن والاخراج السحر، هذا كذب وهذا غير صحيح، ولم يقل به احد من الرقاة المحترمين اللي فعلا على نهج الكتاب والسنة، زي ما نقول الرقية بالكتاب والسنة. ونفى معايا في الحوار واثبت ان هناك نصابين بيستخدموا احيانا بعض المواد الكيماوية وبيحطوها اللي هو الصوديوم المشع ويروح مش انت عايز تسمع؟ مش انت عايز تسمع؟ اسمع. عايز اسمع بينه وبينك. ويروحوا حاطين الصوديوم المشع على هذه الاعمال وبيجيب الميه، وجبنا كيميائي في الاستوديو من 3 سنوات وراني التجربه وعرفت ازاي ان بيخش الرجل الدجال يمسك شويه ميه يروح رميهم على الارض، اتار الارض فيها صوديوم مشع، يروح على طول مولعي ولا حرقت لك الجن. تمام يا دكتور. انا طلعت لك السحر واثبت الراجل في الحلقه يعني ان ده دجل وشعوذه. تمام يا دكتور عمرو. بتحاور معاك بعد اذنك. انا مش بتحاور معاك، انا بشرح لك، انا بصلح لك معلومات انت قلتها. لا لا الشيخ عمرو الليسي حضرتك. انا هسال سؤال بس، هو انت جاي النهارده هو ده حوار عشان تراجع عن عمرو الشيخ عمرو الليسي؟ لا لا لا. ولا جاي تدافع عن نفسك وتثبت؟ لا هو بينقلك بخبص لمنطقه ثانيه، لانه هو عمال يغلط فيا يا دكتور عمرو. انا عايز على فكره انا عايز الحوار معاك. انت تغير والله العظيم. لا ده هو مفكر ان احنا نطبل له اللي عاوز ترد. عارف لا 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 تخش في تفاصيل. لا لا يا دكتور عمرو، يا دكتور عمرو عشان هو غلط فيا انا. الكلام واضح، هو غلط فيا انا. هو عميت ما غلطش فيك، رد عليه. انت مش عايز رد عليه؟ استنى. طب قول لي ارد عليه بايه؟ قول لي. هذا الشخص يصدر لنا جهلا ونص. ايه الرد يا دكتور عمرو؟ ايه الرد بعد اذنك؟ عموما واضح ان الحوار كده يعني هينتهي الى لا شيء. لا 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 انا عايزه بعد اذنك. قدامك دقيقه وترد. اتفضل دقيقه واحده ورد. ايه هو السؤال؟ الشيخ قدامك، اتفضل رد عليه. ايه هو السؤال؟ رد على
هو إيه؟ لا لا هو دلوقتي نفى وجود السحر وده غير حقيقي وانا مع لا هو نفى انك انت لديك اي قدره اساسا وان كل ما تم تمثيليه الهدف منها الشهره طب والحاله اللي معايا حضرتك والحالات اللي انا الحاله انت عرفتها الحاله لسه ما اشتغلتش عليها ما عرفتوش لسه اه ما ريتش عليه يا راجل الحاله مع حضرتك وباقي الحالات التانية انت بتاخد فلوس الحالات اللي بتجيلك لا يا دكتور عمرو ما قدام عنك المريض قول له لو خدت منك جنيه ولا حاجه لما جه بقى اما نشوف هيتعمل فيه ايه يا فندم يا فندم الحالات بعد اذن حضرتك كل الحالات اللي انا عالجتها كيف تدلل الشيخ ابراهيم هذا الشيخ الازهري الذي له مقام رفيع بانه ازهري هو نفى على صحه ما ادعيت نفى وجود السحر سؤالي هو واضح جاوب في دقيقتين نفى وجود السحر وانا بقول السحر موجود ده رد عليه اهو انا بقول ده رد عليه حضرتك انا بقول تاني يا استاذ عمرو لانك اعلامي مهني ومتخصص وملتزم بالمعايير الاعلاميه انا بسمح لنفسي ده بلاغ للنائب العام اللي هيفصل بيني وبينه القانون يا دولة يا مصرية انتوا طالبتونا ان احنا نعمل على تجديد الخطاب وتقديم الفكر هو الديني كده المستمد من كتاب الله وسنة النبي هل هذه الظاهرة التي نراها الآن وأمثال هؤلاء في القرى على فكرة دول بيتربحوا تربح غير عادي ويأكلون المال الحرام وكل ما يتحصلون عليه نتاج هذه الأعمال التي رأيناها مال حرام مال حرام مال حرام سنسأل عنه أمام الله سبحانه وتعالى إلا نتصرف حضرتك نفى الآية أنا بسألك أهو لا نفى الآية ده بص واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر هو قال لك السحر سحر تخيل فقط يا دكتور عمرو نهى السحر يا دكتور عمرو انتهى ازاي حضرتك اسمعني اسمعني تعال انت مقدم لي قضيه للادي فين فين قضيتك يا صاحب القضيه قضيتي ان السحر موجود تعال يا ابو حمله اللي عملت حمله ايوه انا معاك فين حمله ايه اللي انت عامل ايوه حمله تفرقه اسحار الناس الجمهوريه كلها عملتها دكتور عمرو من حق الامم كلها تصنفنا ان احنا عالم ثالث وعالم عاشر انت حضرتك وعالم تاسع انا ارد عليه بايه وعالم مليون واحد ليه؟ في السحر يا دكتور عمرو للاسف علق عليه بايه ما زلنا انا بقول كل امام في قريه مدان وسيسأل بين يدي الله مشتين في السحر لما حضرتك يسيب أمثال هذا الشخص يتحركوا بين الناس شيخي. تعال هنا انت حكم التعامل مع الجاي انا هجيب لك اسامي واقعد اقول لك ابن تيميه يا دكتور عمرو اي حوار ابدا انت يا اي حوار ابدا بعد اذنك ممكن اتكلم انت بتاع الدكتوراه اتكلم بعد اذنك يا شيخي بعد اذنك الشيخ ابن تيميه وممكن حضرتك تراجع ده الكلام ده وهو مالك ابن تيميه انت مالك ابن تيميه انا بكلمك شيخ الاسلام ايه اللي انت قدمته دكتور عمرو بيقول لي انت نصاب اللي انت بتعمله ده نصب على الهوا ده بلاغ للنائب العام اللي انت بتعمله في القبور من حملة انا كأحد المتخصصين في العلوم الشرعية بقول وعلى مسؤوليتي اللي انت بتعمله نصب واحتيال على ايه حضرتك كل بيعمل ارضية يا استاذ عمرو كده يا دكتور عمرو بيعمل ارضية شعبية لو كل واحد فينا جرب في 100 مليون يجرب مرة هو بقى مليونير وملياردير اسمعني سيدي الفاضل واللي عمله من المحافظات التانية يا دكتور عمرو التقرير والشيوخ يا دكتور عمرو ده التقرير يشينك ده التقرير وصمة عار على الدكتور اننا يا شيخ عمرو قعدنا معاك حتى الدكتور يا شيخ عمرو الدكتور عمرو الشيوخ اللي طلعوا من مين الشيوخ في الحملة؟ شيوخ مين؟ عندك مين هم الشيوخ في الحملة؟ انا مشارك مين هم الشيوخ في الحملة؟ بص عندك الإعداد أهو قول له هات الفيديو مين انا بسألك أنت الشيخ عمرو الليثي قول لهم يا دكتور عمرو ده الإمام اللي في قريته يا سيدي لو تقاعس عن إنه يتصدى لي أنا بناشد السيد وزير الأوقاف إنه ياخد موقف اسمعني يجب على صاحب الخطاب المستنير عندك الإعداد إن هو يتصدى لي اديني بقى أتكلم في آخر دقيقتين خلينا أتكلم يا سيدي الفاضل مش اديني فرصة أنا شايفك بتتكلم عندك حوار بعد إذنك دخل في قناة مع روسيا يا دكتور عمرو مع الشيخ عمرو الليثي روسيا مع روس في روسيا ده انا هفترض جدلا ان عمرو اللي سال كده هو مش حج على دين الله كل منا يؤخذ ويرد روسيا يا دكتور ده انا هسلم له هريحه هسلم له كده